مساء الخير كأنه يفرغ البحر بملعقة أو لكأنه ينكش في الهواء وهو يحاول أن يبني قناعة بأن الإعلام الرقمي سهل وممتنع ولكنه جديد وممتع هو ابن بلدة تقع في قضاء بنت جبيل في أقصى الجنوب أو لنقل في جنوب الجنوب بلده عيترون التي تعرضت للعدوان عشرات المرات والاحتلال طيله 22 سنه منذ عام 1978 حتى التحرير عام 2000 تمتاز عيترون وكذلك رميش عما عداهما من بلدات وقرى بانهما حافظتا على طابعهما الزراعي وبشكل خاص على زراعه التبغ حتى انك تجده منتشرا امام كل بيت وكان اقصى طموح الاهالي ان يتعلم ابنهم يصبح استاذا فكيف اذا كان بروفيسور واستاذا جامعيا كمضيفنا الليله. وابن بلده اعطت للوطن بعرق جبينها وبسهر الليالي في الأطيفة عشرات الاساتذه في كل مراحل التعليم وضباطا كبارا في الجيش وقوى الامن. وأستاذ محاضر في الأنسونية المعلوماتية والإعلام الرقمي في الجامعة اللبنانية وهو إضافة لإصداراته الألسونية الرقمية ودهاء شبكات التواصل وخبايا الذكاء الاصطناعي ومطبوعته الأخيرة الترقيم والتنقيط ومنسق مختبر الهندسة اللغوية ومختبر أدوات المعلومات في كلية الإعلام نظم وشارك في العديد من المؤتمرات العربيه والدوليه. حائز على دكتوراه في الرياضيات التطبيقيه في العلوم الانسونيه من الجامعه او من جامعه سوربون وعلى دبلوم دراسات عليا في هندسه اللغات ومثلها في علوم الاتصالات وهندسه الكمبيوتر. استاذ البروفيسور غسان راد اهلا وسهلا فيك. كلام يوم منور وتلفزيون لبنان منور الله يخليكي يعني اولا انا بدي هنيكي انه من البرامج القليله اللي تجرات انه تدخل على عالم التقنيات وهذا امر مهم كثير وبعتقد بسياق الحلقه رح نحكي عن المشاكل الاعلاميه وارتباطها بالدخول الى هذا العالم التقنيات من خلال الاعلام ان كان الاعلام المكتوب او الاعلام المرئي هلا يوم انا قاعده قدام استاذ بالجامعه اللبنانيه فشوي هيك نرجع برحب فيك من قلوب جديد انا ذكرت بالمقدمه انه انت ابن بلده عيتارون من قضاء بنت جبال ونحن عم نعرف جنوب لبنان يعني تعرض لاغتصاب مده سنين من الزمن وانتج هيدا الاحتلال اذا بدك نوابغ واساتذه وضباط ومحامين وكثير ناس هيك ابدعوا بالوطن. اليوم غسام مراد هجرت على بلغاريا من بلغاريا رحت على باريس اشتغلت كثير وتعبت لا رجعت على لبنان هيك لمحه سريعه لا رحت ولا رجعت اولا انا بدي بلش من زراعه التبغ نحن اللي بنزرع تبغ بيكون في عنا ارتباط في بالارض في من الجذور لهذا السبب ما بننسى نهائيا العوده الى هذا المكان بنلاحظ انه يعني قدر يعني قد ما تسافر الناس على بلاد دائما ترجع وبتعمر في بلادها إضافة إلى أن هذا الطابع الفلاحي يعني زراعة التبغ على كثر مآسيها زرعوا فينا أهلنا العلم والمعايير الأخلاقية لكي نخرج من تعب زراعة التبغ يعني أنا بتذكر أمي الله يرحمها كانت دائما تقول لانه احنا واطفال إحنا بنشتغل في زراعه التبغ تعرفي بصير يشتغل عمره خمس سنين انه مشان تتخلصوا من هذا العذاب فروحوا تعلموا فبقي بقي هذا الهاجس موجود براسي واذا سالتيني يعني ليش رجعت فبقول انا امي هي كانت السبب انه انا رجعت بغض النظر عن كل الامكن اللي انا وصلت لها او المكان اللي درست فيه مع انه درست يعني في اهم جامعات ولكن كل هذا لا يساوي السبع سنوات التي عشتها مع امي وابي في عيترون اللي هن يوازوا الدنيا كلها تعرف طبخ طبعا كل أكيد بعرف شكله لانه شكات كثير وبعده ال... بعده ال... الميبرة الميبر. ال... ال... بعده معلم على على صبيعي بس هيدا كله يعني زرع فينا تعرفي العائلة والغداء مع بعضنا والترويقة وهالقصص هذه تبني عند تحديدا الغدا بالارض وال... طبعا <applause> وقت اللي بيروح وبس... بيروح بفتش الواحد على على الرشاد وعلى الهندبي وعلى القصص ويحطهم مع الاكل ياكلهم بعدين ال... الاحساس بهذا الجوع لياكل وقت اللي بنكون عم نزرع دخان وتكون الدنيا بعدين بنصير انا بتذكر يعني كنا وقت الغداء نصير نستنى عن بعيد لنشوف امي هي وحامله الغداء على راسها ف يعني الغبطه وهيك والانبساط هيدي نشوة نشوة التعب طبعا. كانت دكتور غسان انا قلت انه يعني واحد يصير من 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 مزارع لبروفيسور وقلت انه انا رجعت اذا رجعت عشان امي انت رجعت لتفرجيها لامك انه انت صرت دكتور لا لا نهائيا انا رجعت اول شيء صار او لا تثبت لحالك انه انه نحن اولاد الارض اولاد الجنوب كله هذا مجبول ببعضه كله مجبول ببعضه انه م. هذا ما يعني ما تخلينا نهائيا اضافه الى انه سنه 2000 بعد التحرير صار في عنا امكانيه إن انه نرجع وانه نعيش مع اهلنا لانه نحن ما كنا بنعرف اهلنا يعني هي المشاكل والحرب والارت وال اللي كان موجود بجنبه موجود من زمان، يعني من 79 كان في احتلال وكان من في حتى من 69 انا بتذكر كان اول قصف لعيترون كنت بعدني كثير صغير يعني بتذكر فهيدا هي المشاكل يعني ذكرتي بحديثك انه الناس كيف تعلمت وكيف انتجت لانه نحن دائما في حاله بحث عن حلول للتخلص من هذه المشاكل صح بعدين بما انه عندنا أن احساس دائما كان بالعدو الصهيوني وبانه بده يستولي على ارضنا فبتعرفي اللي بيكون عنده حبيبي وبصير حدا بيعمل اي شيء يعني يحافظ عليها بدل ما بضل فيها ونحن هيك متشبتين كنا بارضنا وما زلنا على كل الاحوال متشبتين بهذه الارض وهي اللي زرعت فينا كل هذه القيم بما فيها القيم العلميه لنتخلص لانه احنا ما عندنا موارد الا العقل البشري اللي هو حاليا بما عن تكنولوجيا هو راس المال الفرد حاليا هو ما يملك الانسان في دماغه نعم دكتور غسان قلنا انه بلغاريا وبريز تجربة بلغاريا مختلفة جدا عن تجربة باريس، بس اثنيناتهم مجبولين بالتعب، هدول اللي وصلوك على السوربون؟ أنا سافرت على بلغاريا بالصدفة. مم. بلغاريا أول طيارة طلعت بعد المجازر صبرا وشاتيلا كانت إلى بلغاريا. فطلعت فطلعت بهالطيارة، لانه بعدين بتذكر يعني اشكال المسلحين وقت اللي كانوا يمولنا انه بدهم يذبحونا نحن ورايحين على المطار فوصلت على بلغاريا انت كنت عارف حالك شو رايح تعمل؟ مش عارف حالي شو رايح اعمل، انا أه. كنت مسافر باول طياره وكنت بما انه معلم معي ألفان ليره فقلت بسافر فيه هون وبشوف شو بدي اتعلم فبالاساس كنت مسافر على رومانيا ولكن لقيت الشباب موجودين في بلغاريا قالوا لي خليك هون تتعلم هون وبتتسجل الماده اللي بدك اياها فتسجلت وكنت على حسابي انا درست فبعد ما انهيت دراستي اللي هي كانت كلها بدون ما ادفع آآ آآ مصاري طبعا. لانه الامتحانات مع مع الاستاذ هي بتصير وجها لوجه كل الواق.. كل طالب معه معه دفتر العلامات طول الوقت انت كانت علاماتك منيحه فروح انا للاستاذ اقول له عمل لي الامتحان وبعدين بدفع <applause> بعدين بدفع بقى اول سنه ثاني سنه ثالث سنه بعدين لاقوا لها حلول لهي القصه يعني بعلاقات تجاريه بين بلغاريا ولبنان ولكن بعد ما خلصت انا وين بدي أروح كان في الحرب اللي موجوده بلبنان ف أعطوني الفرنسيين فيزا لأنه كان في عندي إخوة موجودين بفرنسا فرحت خلال شهر ولكن بعد الشهر وصلت صرت متشرد أنا لأنه ما أسمع أوراق عن جد تشردت يعني تشردت ولكن كان في عندي دائما براسي تشرد ذهني إن اذا بدك فينا نقول تشرد بحث عن دائما بحث عن العلم لانه حتى بفرنسا وقت اللي وصلت انا دائما كنت ابحث عن العلم ولكن تفتش كيف كيفيه الطرق لا اوصل لهذا العلم يعني بفرنسا في قوانين مفروض الواحد يتعلم هذه القوانين انه اذا بتشتغل فتره 800 ساعه خلال 6 اشهر بيسمحوا لك تتعلم سنه، بعدين اذا بتشتغل 11000 ساعه خلال اربع خمس سنوات لك حق تتعلم ثلاث سنوات، فانا كنت اعمل بهالشكل هيدا وبلشت اشتغل على كل الاحوال، اول شغله اشتغلتها يعني انا اشتغلت بلاط واول بلاطه حطيتها قال لي صاحب الشغل انت بحياتك منك مبلط <applause> <applause> فانتقلت لشغله ثانيه اللي هي مرتبطه بجلي الصحون وتنظيف الاراضي بافخر مطعم بباريس اللي هو بس هدول هل... اللبنانيين ما بيعملوهم ببلدهم بيعملوهم برا بيعملوهم برا ايه بس انا لا مستعد اعملها ببلدي يعني باللحظه اللي بكون فيها بحاجه بعملها ببلدي شخصيا ما عنديش مشكله لانه يعني تعلمت شغلي بحياتي انه اي شغله الانسان بيعملها مفروض يتقنها بغض النظر شو كان هو شو ماهيتها ايوه هون يعني هذا يعني من الامور اللي اكتسبتها انه مفروض الواحد يقوم بالعمل تبعه بشكل جيد حتى لو كان عم يكنس لازم يكون اشطر كناس بس حتى يكون استاذ افضل افضل استاذ والى اخره هيك هيك الانسان بيتطور على كل الاحوال من من طالب بالسوربون لاستاذ بنفس الجامعه كيف هالمعادله يعني انت يعني طلعت عن جد السلم درجه درجه وهي الجامعه تعرف الجامعات العالميه دائما لما يقولوا فلان تعلم بهيدا المحل كانه عم بيلغي يمكن عم يلغي جامعات وطنه او او بيعطوا الافضليه للانسان اللي بيتعلم برا تتخيل حالك شي نهار توصل لهالجامعه لا لا انه كل الامور صارت بالتعب وبنفس الوقت بالصدفه فانا وقت اللي كنت اشتغل بالباتوموش جنب البطوموش في المحل اللي بيعلموا فيه بالسربان فبعد ما فت على السربان لأعمل دكتوراه وبنفس الوقت صرت درس قلت لما شوف اصحابي اللي هني يعني بيشتغلوا بعدهم على الباخره آه سيرفر قالوا لي وين غسان وين صرت قلت لهم هينا صرت عم علم بالسربان لانه كني كان في عندهم نوع من عدم التصديق انه انه نحن هون انه بدنا نتعلم هني ما معتقدين انه نحن بس بس نشتغل بس ولكن فتفاجئوا طبعا لانه بعدين جزء كبير من الناس اللي كانوا رايحين اشتغلوا وتعلموا فانتقلت انا من الع... من اللي عم يشتغل ب... بالبواخر ب... يعني آ... بيشتغل سيرفر آه لا, 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 أستاذ. لا أستاذ بالجامعه مره واحده ترقيت يعني آ... <applause> فيها ف... ولكن في في شغله تعلمتها فيها متعه طبعا فيها كثير متعه وفيها انتصار يعني احساس بهذه بالانتصار انه انا وصلت للي بدي اياه بس اللي بيوصل اوقات للي بده اياه بضل دائما بده أكتر طبعا وهيدا هلا بعد فتره معينه وقت اللي فتحوا آه قالوا لي فتحوا قسم اسمه قسم آه اللغه والتواصل مجموعه من الاساتذه ففي ماده فوتوها اسمها التكنولوجيا جا. واللغه م. فحسيت انه الفرصه صارت يعني آه متاحه وراح الاحتلال فقلت ارجع على لبنان لانه بعمر معين مفروض الواحد يختار وين بده يبني الكاريير تبعه فرجعت اندمت و... شيء؟ نهائيا لا اندم نهائيا على اي لحظه لانه قلت لك انه في هو السنوات اللي عشتهم مع اهلي اضافه الى انه آه انا عم ببني يعني حاسس حالي عم ببني بلبنان دخلت هذا الاختصاص على الجامعه اللبنانيه كما هو من المفترض ان يدخل على الجامعه اللبنانيه هو طبعاً. كان القسم موجود وحولناه مع بعض الاساتذه الى مركز وعملنا له كل التواصيف على الاسس اللي تعلمناها برا آه كيف بدنا ندخل المعلوماتيه على العلوم الانسانيه وساهموا يعني وكان في اساتذه مساهمين في الموضوع وكانوا متقبلين للموضوع بالرغم من انه امور صعبه طبعا في اساتذه ثانيين ما كانوا متقبلين لهذا الامر لانه التكنولوجيا بما انها جديده بحسوا حالهم إنه بعاد عنا شوي فاتهم القطار لانه بي وهذا بعده على فكره هذه المعاناه كانت موجوده حتى بجامعه السوربون وقت اللي كنت أدرس في بعض الاساتذه كانوا خيفانين من ادخال التكنولوجيا على العلوم الانسانيه هو الخوف مثل ما قلت يمكن لانه ما بيعرفوا او لانه فاتهم القطار دكتور غسان قبل ما ننتقل لن... لنحكي ب يعني كثير اشياء المشاهد بحب يعرف عنا وانا كمان شخصيا بحب اعرف عنا نعمل فاصل حكينا عن الوالده وحكينا عن الارض وحكينا عن انتقال هيك بالحياه فينا هيك انا بعرف انك انت كمان والعالم تعرف انك انت كاتب وصحافي وايضا يعني متذوق للادب والشعر شو هيك نعمل فاصل مع هيك قطعه ادبيه أه. ايه بس انا ماني شاعر ولا أدي لا, لا ولا, ولا أمتحن هذا يعني آه وإذا يعني هذا في كتاب بأبو ظبي طلبوا مني منظمي أن نكتب يعني ماذا حققت في حياتك في حياتك لتجعل أمك فخورة بك فأنا آه كتبت إذا أردت أن تفخر بك أمك عما تكتب عن ذات الصدور أم عن الأم أولست مجبولا بحنين الأم الأبدي ام يحوم طيفها في المكان والزمان لو نظرت شمالا رايتها لو نظرت جنوبا رايتها اينما نظرت رايتها ام تصاحبك رائحه ثوبها حلا وترحالا ام تعتقد انك ودعتها على عتبه الدار ولكنها تخبات بثيابك وبروحك وفي كيس الزعتر الذي وضعته لك خلسه في حقيبه أمتعتك الله الله ف... ف... لماذا عدت الى لبنان اجيب بلا تردد امي لان اخر سبع سنوات قبل ذهابها الى جنتها الاكيده هي افضل سبع سنوات من حياتي، سنوات تساوي جامعات العالم كلها واهواء المدن واغراءاتها واطيافها الخياليه، سنوات رات فيها ابنها العائد الى احضانها، احضان ضيعه من ضياع لبنان بعد غربة الحروب العبثية عودة إلى وطن باق بطب... بثبات أمهاته اللواتي لم يتخلين عن الأرض بكل تفاصيلها سنوات رأت فيها طفلة الأولى وغنت لها حداءة العرب وأغفتها على سرير ركبتيها لحظات غرست في ذاكرة ابنتي حنينا مطلقا زوادة عمر لن تنضب الذاكرة عمر الذاكرة لانها باقية نعم, باقي. نعم. آه حلوة كثير دكتور غسان آه نفوت على اصداراتك ونفوت على الاشياء اللي كثير مهمة اللي هي اصلا هلا آه زمان أنا نقول واجهة العصر التكنولوجيا وال يعني الرقمية او اذا ما نقول الاعلام الرقمي آه سؤال هيك بيسبق آه نحن لبنان لبنان والعالم العربي تحديدا لبنان اين أنا من التطور التكنولوجي بلبنان في, في كتير شركات بتشتغل تكنولوجيا بس بيشتغلوا برا نعم اذا بدنا نحكي على مستوى الدولي بعدنا بمرحله ما قبل, قبل البدائيه نحن نعم. بنحكي كثير عن التكنولوجيا ولكن ما بنفعل بالتكنولوجيا يعني احنا آه بعد ما بعد اللي بده يعمل اخراج الايد بده يروح مامور النفوس وبده ينزل لعند المختار وبده يمضي على بده يختم بده يختم وبده يطلع اللي بده يعمل سجل عدلي الى اخره بنحكي كثير عن الحكومه الالكترونيه ولكن لم يتحقق حتى الان شيء لذلك بحاجه لبنيه بنيه تحتيه منها تبدا من الكهرباء وتنتهي الى بنيه تحتيه في العقول لانه مفروض الناس انه تتقبل هذا آه الامر ولكن يعني بعدنا على مستوى الدولي غير موجودين فعلا بس هي على مستوى الشركات مستوى الافراد نحن متطورين, متطورين كثير شركات بتشتغل بالعالم وفيهم لبنانيين آه يعني الستارت اب اللي بيشتغلوا حاليا موجودين بالاعلانات موجودين بصناعه البرمجيات موجودين نعم آه اليوم آه الاعلام الرقمي او كمان فينا نقول الانسانيات الرقميه قديش آه هي مساهمه بتنشئه المجتمع الانسانيات الرقميه هو مفهوم جديد فات على العالم الأكاديمي بال بال2014 نعم. هو أتى من تداخل العلوم فيما بينها. يعني بما أنه العلوم المعلوماتية فاتت على الناس والعلوم الإنسانية تعالج أمور الناس من علم النفس والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والأدب والفن والمسرح وكل هذه الأمور. فهذا التداخل أدى لبناء مفهوم جديد ومصطلح جديد اسمه الإنسانيات الرقمية. هذا يتطلب بناء مصطلحات ومفاهيم جديدة لكل هذه العلوم م. لكي تنتقل هذه العلوم من ما هي عليه الآن يعني من التاريخ سيصبح التاريخ الإلكتروني الجغرافيا الجغرافيا الإلكترونية الإلكتروني، علم النفس الإعلام الرقمي إلى آخره هذا بحاجة لمصطلحات ولناس تعمل في هذه المصطلحات وبحاجة لبنية أكاديمية آه، هذا الموضوع ف هذا أتى المصطلح هو يتطلب معالجة اللغة البحث في اللغة رقمنة اللغة هلا اذا بدك تقول لهم للناس عادة إنسانيات الرقميه بقول لك شو يعني إنسانيات الرقميه؟ هذا المصطلح انسانيات الرقميه، بده الانسان الانسان لا، ليس الصح الإنسان. لا الانسان السطحي بده يفهم عشان هيك بدنا نبسط لهم اياه، يعني. بده يفهم الانسان يعني الانسانيات الرقميه يعني انسان رقمي يعني مدبلج لا 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 مش هيك هو... مع انه هو مع انه في ناس بلو... رح توصل لهذا هو يرتبط بالإنسانية الرقمية الإنسانية ونحن إن صرنا مرتبطين بالتكنولوجيا في حياتنا يعني شو ما عملنا صرنا في عنا التكنولوجيا هي التليفون موجود والحاسوب وراح عم نحكي مستقبلا عن البراد الرقمي وعم نحكي عن كل الأمور تص... يعني عن تحكم عن بعد بكل ما هو موجود في ال... في البيت يعني هذا هي هاد... الإنسانية الرقمية عن الجزء اللي... من حياتنا اللي عم تبني حضارة رقمية نعم يختلف هاي الإنسانية الرقمية هو مصطلح يدخل ضمن الأكاديمية بالتعليم يعني انا ما في اعلم علم النفس مثلا كما كان يدرس بدون ما يكون في تكنولوجيا لانه علم النفس اذا كان يهتم بدراسه الناس والاطفال والى اخره حاليا بده يهتم بعلاقه الناس بالتواصل تبع كيف علاقتها مع مع الحاسوب لانه في ناس صارت عم تحكي مع يعني بتحكي مع الحاسوب في في امور مرتبطه بهذا الموضوع عالم التاريخ يعني صارت قصدك تقول انه علاقتنا مع الاشياء الغير متحركه اكثر من من الانسان صارت موجوده ومفروض انه نفتش لها على طرق نحن في مرحله انتقال بين عده ثقافات بين ثقافه الورق وبين مم. ثقافه التكنولوجيا نحن بالنص موجودين ما بنعرف بعد شو بدنا نعمل يعني نحن ما بنعرف اذا اذا التعليم من خلال التكنولوجيا منيح او ما من منيح ما بنعرف اذا عملنا رقمنه للعلوم منيح او منو منيح نحن في مرحله البحث مم. عن قواعد لانه العلوم بتبني قواعد من خلال او نحن في مرحله مظلية. يعني امتحان اذا بدك و... امتحان لا مش امتحان نحن مرحله احنا عم نبني مرحله بناء يعني كل ثوره بتصير بالعالم اللي هي ثوره ترتبط ببناء رموز فكريه وتعبيريه يعني احنا عم نفتش عن حالنا شو بدنا نعمل م. اول ثوره كانت هي اللغه بحد ذاتها هي الثوره اللي غيرت في بنيه الفكر طبعا انه صرنا نحط على الاصوات معاني. معاني بعد فتره اجت الثورة الثانية بعد فترة طويلة من الزمن بالكتابة، فصرنا هذا الصوت اللي له معنى صح برسمة فهي فهيدي ثاني ثورة، ثالث ثورة الطباعة، طبعا كل ثورة كانت عم تؤدي لتغيير باللغة، لتغيير بالحياة، لتغيير بالتاريخ، لتغيير في كل شيء. الثورة الرابعة هي هي الثورة اللي هي نحن صحيح لها 70 سنة بس وهي تطورت كثيرا بآخر 20 سنة, سنة بس ايه لأنه لأنه في تسارع كثير بالتكنولوجيا، فما عم نلحق كاكاديميين وكناس بيبحثوا بهذا إن كنت الموضوع ان انه نتابع لانه كل يوم في تغيير كل يوم في تجدد نعم صحية. دكتور غسان مراد رح نكمل معك نحكي عن الثوره الرقميه الثوره التكنولوجيه ولكن مشاهدينا بعد الفاصل عودة مشاهدينا لنكمل حوارنا مع دكتور غسان مراد وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية دكتور غسان مراد كنا بلشنا نحكي عن الثورة الرقمية والتكنولوجيا وهي الثورة اللي كنت عم بتقول بلشت من 70 سنة وفي حالة التضو... تطور إذا بدك بشكل فينا نقول مستمر مستمر يعني وبشكل كمان مخيف يعني قديش نحن فينا نواكب هذا التطور قديش قديه عندنا الاساليب والطرق والسبل حتى فكريا ويعني حتى هي. نواكب التكنولوجيا هي موجوده م. فعلينا ان نتعامل معها على انها موجوده موجود. هلا هل اذا فهمناها بنكون سيطرنا عليها الخوف اذا لم نفهم ماذا نفعل بالتكنولوجيا صح. لانه هيك هي بتصير تفعل فينا هاي التكنولوجيا وحسب الفلاسفه السلطه دائما يقول بيقول الفيلسوف فوكو السلطه في المعرفه هي المعرفه بحد ذاتها سلطه السلطة. لهذا السبب من المفترض بنا ان نستوعب هذه التكنولوجيا وان نستغل هذه التكنولوجيا لانها موجوده وان نفتش عن طرق واساليب لكي نستفيد منها لهذه لهذه الثوره ولهذه التكنولوجيا لانه اذا كانت هذه السلطه مؤثرة علينا يصير امكانيه الإجمال عليها سهل بصير امكانيه مراقبه الاشخاص سهل بصير امكانيه تاثير على سلوك الاشخاص من خلال هذه التكنولوجيا سهل ففي امور عديده بتصير فيها يتحكموا فينا فمن المفترض انه موجود بما انه نملك العقول لفهم هذه التكنولوجيا لانه التكنولوجيا يعني فهم العقول والذكاء غير مرتبط بمن يملك التكنولوجيا، مرتبط بفهم الشخص. التكنولوجيا وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا، ففينا نحن كمان نراقب الناس وفينا كمان نبني على التكنولوجيا برمجيات وتطبيقات وفينا ندرس التكنولوجيا في المدارس للاطفال كيفية استخدام التكنولوجيا للتوعية لبناء المعرفة، لانه في يعني في ثلاث ثلاث امور بيأسسوا لفهم التكنولوجيا، التكنولوجيا هي معرفة. في عنا البيانات اللي هي موجودة في كل مكان نعم. أو الواحد بيتقبلها كما هي فساعتها بيصير هذا بسموه المستخدم السلبي أو أنه يستخدم المعرفة ما معرفة. هو موجود في رأسه للاستفادة منها ويحولها لمعلومات يعني كأنك أنت عم تقول هون يعني الفرق بين استخدامها سلبيا وإيجابيا صحيح نعم. هذا نعم. نأخذ يعني مثل مثلا بدولة مثل كوريا نعم. بعثت المهندسين يتعلموا بفرنسا وبامريكا على صناعه السيارات ورجعوا على كوريا صاروا صنعوا سيارات افضل من السيارات اللي هن تعلموها فاحنا تنصير يعني منجيل للمعرفه لانه علينا, علينا. علينا ان نتعلم عليها علينا ان نتعلم وان ننتج هذه المعرفه جديدة يعني من معرفة من من معلومات ان ننتج معرفه جديده نعم دكتور غسان يعني نحن بنعرف انه الناس بتعرف بس انه كل شيء ثوره هي الفيسبوك والانستغرام والتويتر هيدا اللي بيفهموا من التكنولوجيا قديش نحن كمان بحاجه لنوضح للناس هيدي الوسائل التواصل هي خلقت لتجمع بس ايضا كمان اللي اللي اوجدوها كمان عرفوا كيف يستخدموها جزء منا منا لمعرفتنا جزء منا لمعرفه كيف نحن كيف عالمنا العربي كيف عم نتصرف كيف 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 هالاشياء هذه بحاجه لبنية تبدا من التربيه م. يعني احنا في عنا بالمدارس كتاب اسمه التنشئه والتربيه الاجتماعيه اجتماعية. او التربيه المدنيه من المفترض انه كتاب التربيه المدنيه ان يدخل ضمن هذا الكتاب التربيه على استخدام التكنولوجيا بعده قديم بعده قديم لانه احنا هذا كمان مرتبط بالتكنولوجيا احنا عم نعلم على نظام تربوي قديم لاطفال عندهم ثقافة الزابينج نعم. الثقافة اللي هو بده كل شيء بنفس اللحظة اللي محتمل يقوم بعدة أمور بنفس الوقت يعني هو فيها كله يتفرج على التلفزيون ويحكي مع أمه ويتخانق هو وخيه بنفس الوقت لا لانه قديش بيأذي هذا التناقض؟ هذا دماغه هو اختلف، احنا مم. يعني ما فينا نقول هو دماغه يعني في في يعني اللي الانترنت لها تقريبا 29 سنة 29 سنة ففي ناس اللي عمره 29 سنة خلقوا كان راسهم محطوط على لوحة المفاتيح على الكيبورد، فهول ما فينا نعنا نحن نبني بناء على افكارنا هن كيف بدهم يكونوا لانه هن فكرهم بيختلف، هن, هن علاقتهم بالكتاب يختلف، علاقتهم بالقراءة تختلف، علاقتهم في كل شيء تختلف علاقتهم بالمجتمع طبعا كله في لهم علاقات مختلفة، لهذا السبب من المفترض بناء اساليب جديدة تتوافق مع هذه التغيرات الدماغية، لانه انا ما في اعلمهم بمنهاج قديم على اللوح امور آه آه هن على بيتهم بيحملوا الايباد ليشوفوا كل العالم من خلاله صحيح ما بتزبط لهذا السبب مفروض نفتش على هذه الاساليب الجديده وهذه بحاجه لبنيه تحتيه بنيه مثل ما حكينا يعني بالـ بالاول انه بدها تربيه على هذه الامور وهذه بيبدا من المدرسه وبيبدا من الجامعه يعني المفروض الأساسي انه ندربهم على كيفيه فهم هذه الامور بكافه المجالات يعني كل الأساسي بكل المجالات لانه احنا ما فينا نبني علوم جديده اذا جديده اذا لم نكن مهيئين لذلك من خلال نحن مجتمعنا مهيأ لا يتقبل هي نحن ذهنيا بال... ن... ذهنيا مهيئين لا بس حتى الان نحن تقنيا غير مهيئين لانه وقت اللي ادخلنا ماده التكنولوجيا على العلوم الانسانيه بلبنان من عشر سنوات كان في كتير صعوبه بعدين شوي شوي صرنا نفوتها للمادي والناس بنفس الوقت صارت تتقبل التكنولوجيا اكثر وهلا بعتقد انا بـ بـ بلبنان في برنامج في يعني مشروع قرار بادخال التكنولوجيا في الصفوف الابتدائيه لانه التكنولوجيا آه اللي بتتعلم تكنولوجيا وتصميم البرمجيات يتعلم المنطق كمان من كمان من العمر صحيح المنطق يساعد على كيفيه الفهم ونقد الامور وهذا من ضمن المشاكل المشاكل اللي موجوده بالعالم العربي اللي انا ذكرتيها بقصه آه يعني كان في مؤتمر بالجامعه اللبنانيه آه مشاركين فيه اقسام الفلسفه فلقينا انه جزء كبير من اقسام الفلسفه هي غير موجوده يعني بطلوا يدرسوا فلسفه لانه الفلسفه بتؤدي للنقد وبتؤدي للشك طبعا ولكن بما انه في ناس قائمين على هذه الامور بدها كل الناس تكون تفكر بنفس الطريقه فلهذا السبب يلغوا هذه المواد اللي هي بتساعد على البحث والتفكير. هيدا ليش بدهم من الخوف؟ اكيد من الخوف ايه نعم لانه يعني الانسان بخاف مما يجهل وبخاف انه هذه التكنولوجيا وقت اللي بتصير ملك الناس بتصير تاثر عليهم، لانه صار السياسي مثلا واي انسان اخر بيكتبوا على نفس الحيز المكاني، على نفس الفضاء الرقمي، فلهذا السبب بيؤدي للخوف بالرغم من انه منه سلطة ولكن هذا التفاعل يؤثر طبعا له تاثير يعني كانك عم بتقول انه هيدي الاشياء لازم تكون بس بايدين مختصين والناس يضلوا بعيد عنها بس يتحكموا بالاشياء المتاحه لا لا مفروض كل الناس انها تصير تستخدم التكنولوجيا وتستخدمها بالشكل الصحيح صح. وما ولكن ضمن قوانين يعني انا ما في استخدمها لا اشتم حدا او لا اسب حدا او لا يعني الى اخره بدي استخدمها بالشكل الصحيح يعني وقت اللي بيكون سياسي عم يحكي شغله معينه وبتجاوب الناس بشكل مهذب بدون شتيمه، فمفروض انه السياسي انه يتقبل هذا الامر وبنفس الوقت يعني بدنا السياسيين كمان ما يكونوا هني عم يشتموا لانه في جزء منهم كمان يستخدم اللغه غير الـ قديش صار في ضوابط ضوابط لنفوت لن شوي لنحكي عن الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي جزء منها ما فينا نقول انه كمان هيدي ما بتدخل بالاعلام الضوابط القانونيه بعد قليله جدا يعني م. حسب الم... ما في ما في تشريعات فعليه هلا ثابته في عمليه الضوابط انه اللي بيعمل شغله فينا نحاكمه، في الواحد يقدم عليه دعوه و... بس هيدي القصص بعد ما في تشريعات حتى عالميا ما في تشريعات، لانه في اي واحد يعمل حساب على الفيسبوك او على تويتر او على انستغرام يكتب اللي بده اياه ويشتم اللي بده اياه، وطبعا بنعرف احنا وقت ال... الارهابيين كانوا عم يجندوا ناس كانوا يسكروا لهم كل يوم ما صح. يقارب ال 40 50 الف حساب ويرجعوا يفتحوا غيرهم 40 الف 50 الف حساب فهيدي المساحه بما انها مفتوحه فبعد ما في ضوابط يعني العالم كله مش عارفين شو هي التشريعات اللي بدهم يستخدموها بس اللي اخترعوه يعني بس اللي اخترعوه لازم بيعرفوا شو هي او هن مأخرين معقول لا هن هن ما فيهم يعني مثلا ما فيهم يعني الفيديو مثلا الفيسبوك الفيديو اللي اللي انتشر باخر جريمه صارت في نعم آه الفيسبوك ما كان عنده الامكانيه التقنيه انه دي. يتعرف على هذا الفيديو لانه اعتقدوا انه هو هذا من ضمن الالعاب اللي هي موجوده لانه هو كان بيشبه الالعاب لهذا السبب هيدي مرتبطه بجزء معين اللي هو بسموه يعني آه آه اساليب الذكاء الاصطناعي مم. انه كيف نتعرف على بعض الامور بشكل الي آه ولكن هيدي صعب كتير لانه هو الفيسبوك ما عنده ناس قاعدين بيراقبوا كل الناس لانه ما في رائد حاليا في مليارين و مليون شخص على الفيسبوك ف على كل الاحوال صار يعني هل بعد الفيسبوك مثل ما مثل ما بلش قديش فينا نقول حاله يعني تاثيره بالناس وين اكثر هو فعال بالعالم العربي او بالعالم الغربي منه للانستغرام والتويتر اللي بنعرف اكثر استخدامه للسياسيين ولا يعني الناس اللي موجوده بالضوء فيسبوك باخر مرحله تراجع صار في رتابه شوي ايه تراجع لانه بعد الحوادث اللي صارت بالعالم وصار فيسبوك حاول انه يتحول لمنصه اعلاميه وصار في جرايد تفتح على الفيسبوك اضافه الى يعني الفيسبوك هو بيتحكم بارسال الرسائل للناس فصار اللي بيحط مثلا خبر على من جريده معينه يوصلها للناس بسرعه فبعد الحوادث اللي صارت بالانتخابات الامريكيه الاخيره واتهام انه شركه كامبريدج اناليتكس هي الشركه اللي عملت قرصنه ل 87 مليون شخص بامريكا ولعبت لهم بسلوكهم اثرت على سلوكهم من خلال ارسال رسائل بتاثر على الانتخابات فحاكموه لفيسبوك يعني لمارك زوكربيرغ صاحب فيسبوك وقال هو سنعود الى الجذور يعني جذور الفيسبوك اللي هي بلشت منشان يتواصلوا الناس الشباب مع بعضهم مع بعضهم فهلا اللي بيبعث رساله من يعني الاصحاب بين بعضهم الرساله صارت توصل قبل من انه يكون باعث مقال صح. في صحيفه والواضح صار انه لأ اي يعني موضوع سياسي عميق او في يعني شيء ممكن يؤدي لمعلومات فيسبوك عم يلغيه في ايه عنده الإمكانية يلغي لأنه هذا لا صار عم يلغيه لأنه صرنا عم نشوف أشياء عم تكون تنزل وفجأة تم منعها من من الفيسبوك، هذا نتيجة اللي أنت كمان عم بتقوله صار فيه يمكن بلشت الضوابط هي هي نعم. ضوابط تبين صحيح، هيدي ضوابط رقمية وهو هو عم يلغي هي الخوارزميات تبعه يعني مثلا أنا بحط أنا موضوعه مكتوب عليه اسم جريدي اندبندنت كوم، طبعا م. هو عنده البرمجيات بتعرف إنه هيدا اسم جريدي لهذا السبب تخفيه للمقالة أو ما بيعود يبين صح لكن ما بتجيبه للأشخاص الثانيين فلأنه يعني بدي أعطي مثل كيف تم التلاعب بسلوكية الأفراد يعني إذا قالوا لهم يعني طلعت بريطانيا من من الكوميونيتي أوروبيان من, من المجموعة الأوروبية المجموعة الأوروبية إنه صاروا يبعثوا لهم إذا فكل الدول اللي هي تقريبا فقيرة بأوروبا رح يجوا العمال لهون ورح يبطل في بطالة عند الاوروبيين فهيدا الناس اللي بتروح على الاستفتاء من شان الخروج من اوروبا مباشره بتاثر بتتاثر بهذا الخبر فبتطلع من يعني بتوافق على الخروج من اوروبا هذا هيك هيك تم التاثير نعم التويتر مثل ما كنا عم نحكي كمان استخدامه وتاثيره هل هو مؤثر تويتر حاليا يستخدم يعني كثير للامور اللي اكثر جديه بين الصحفيين بيستخدموا تويتر والسياسيين بيستخدموا تويتر وتويتر ما بيسمح كثير للتفاعل مثل الفيسبوك ولا مم. وضع الصور وبعدين تويتر اللي بيحط شغله حاليا ما في ما في يمحيها عنه هلا عم يحكوا انه رح يدخلوا هذا التطبيق عليه انه بصير فيه مش انه ما يمحيها ما في يعدل فيها, يعدل فيها. ما في يعدل نعم. فيها فما زال تويتر هلا تويتر بالعالم العربي يعني اخر دراسه عملناها لقينا انه بالدول العربيه في استخدام من كل السياسيين تقريبا لتويتر ولكن بنسب مختلفه حسب البلاد وحسب الديمقراطيه بالبلاد وحسب تاثير التغريدات على على, على الاخرين، يعني بالانتخابات النيابيه اللي صارت كل السياسيين تقريبا بلبنان كان في عندهم تويتر وعندهم ناس بيشتغلوا معهن بيغردوا لهم على تويتر يعني يمكن جزء قليل بعتقد انه بعض السياسيين اللي هن المع... معروفين صح هن ما بيشتغلوا اللي... على التويتر هن اللي منهم لحالهم بيكتبوا التغريدات ولكن في ناس ثانيين عندهم ناس بتكتب أكيب. لهم طبعا هذا مرتبط هذا عمليه توظيف ناس يعملوا في بالكوميونيكيشن للاشخاص هذه موجوده عند السياسيين من زمان يعني كيف بده يختار له البدله كيف بده يوقف كيف بده يحكي كيف بده يشبر بدايه فهيدي موجوده يعني على الاتيكيت نعم طبعا هذا نعم. بريس يعني الصحافي صحافة المرتبط هذا الرقمي يعني صار انسان رقمي لعند السياسي لا يملؤ بهذه العمليه نعم دكتور غسان قديش اثرت وسائل التواصل والتكنولوجيا الجديده بالصحافه المكتوبه بالتلفزيون يعني بالراديو هاي الاشياء قديش هي كانت سلبيه وقديش كمان ايجابيه بمحلات تانية هو التكنولوجيا بشكل عام اثرت على بناء النص نعم وانه الناس ما عاد بدها تقرا الخبر ثاني تشتري جريده لتقرا الخبر وهي صار لحظوي ما بدها هي الناس عندها الاخبار صارت تعرفها من خلال تبادل المعلومات لانه كل الناس المعلومات تتبادلها فيما بينها وهذا الموضوع يعني السؤال تبعك كثير جيد ليش؟ لانه الصحافه العالميه بتعيش عايشه بمشكله واحنا لاحظنا بلبنان انه في كثير صحف عم تسكر السبب انه هذا إحدى الاسباب اولا انه الخبر صار الناس ما عرفت مش مش سابق ما ما فيها فمن المفترض انا برايي بالصحافي ان تتحول الى مراكز للدراسات وهيك بصير من يهتم بموضوع معين ساعتها بيشتري هاي الجريده في عندنا بعض في جريده بلبنان بعض الجرائد يعني حولت للبريميوم يعني انه اللي بده يقرا مقال معين بيدفع دولار وبيشتري لي هذه المقال وفي بالعالم شيء اسمه الفريميوم يعني فري مجاني وبريميوم عالي الجوده يعني, يعني بتقول هاي المراكز بتكون مثل ارشيف مراكز دراسات نعم انه بنعمل دراسات انا مثلا في اعمل دراسات عن تطور اسعار الابنيه في في بيروت فاللي مهتم بالموضوع بفوت بيشتري هذه الدراسه والا الحلول كثير صعبه خاصه بالعالم العربي لانه الصحافه بالعالم العربي ترتبط بأجندات وفي فح. ناس كثير بتمولها والتمويل يعني بعض الاوقات ما عم بيؤدي للنتيجه السياسيه اللي كانوا كانوا معتقدين انه راح تؤدي لها لهذا السبب في مشكله هلا الفيس الـ 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 الانترنت بحد ذاته اثر على على القراءه وعلى الكتابه يعني اثر على اللغه اثر كثير على اللغه هذا الموضوع آخر. يعني كي التكنولوجيا دائما التغيرات التكنولوجيه والثورات اول شغله بتاثر عليها هي اللغه لغة. لانه هي ترتبط في عمليه تغيرات بالفكر، فالفكر مم. تغير، تعبير عن هذا الفكر بده يتغير. فهلا اللغه بالمستقبل كما اتوقع يعني رح تصير الجمل اقصر، رح يصير في استخدام اكثر ل وهلا ما كمان كنت الفواصل. عم بتقول انه الناس كمان بطلت تحب تقرا شيء طويل صحيح عم بيعلمونا على الاختصار صحيح بل تقرا صرنا عم نقرا يعني حسب الدراسات اللي بتقرا العين كيف عم تطلع على الشاشه فصار الواحد يعمل سكان سكان الشاشه ما عاد يقرا لهذا السبب على الكتاب الصحفي ان تتوافق مع هذا النوع من القراء يعني ما عاد بدي انا اكتب مطولات انا بدي النتيجه مباشره وهذا اللي عمله تويتر وهذا اللي عمله تويتر مباشره اللي صاروا يعني كما نلاحظ انه الاخبار حاليا تلجا الى تويتر لتشوف السياسيين شو عم يعبروا بالسابق كانوا السياسيين بمجلس النواب او بمحلات تانية يركضوا ورا الصحفيين مشان ينشروا الخبر، هلا ما عادش في هلا مش بحاجه حدا صاروا هن بنشروا اخبارهم. دكتور غسان هل التلفزيون يعني بحاله خطر؟ يعني نحن في مرحله تعدد الشاشات نحن مش مش بمرحله يعني لا لا مش مش بفاصل يمكن, يمكن اقل شيء هو التلفزيون رح يكون بمرحله خطر لانه نحن بعدنا في ثقافه الشاشه نعم حتى لو كنا حاملين عشان يعني, ايه يعني احنا <applause> <applause> لا بتخيل انا ما في خوف نحن يعني صار في عندنا تعدد للشاشات يعني بتكون الناس عم تحضر برنامج معين وبنفس الوقت بين بعضها على الشاشات الثانيه عم تعلق على هذا البرنامج حلو فانا ما بتوقع انه يعني التلفزيون لا بس محتمل يصير, يصير تلفزيون تفاعلي يصير في اكثر خيارات وبنعرف حاليا نتفليكس صار في الواحد يعمل خيار وفوت يتفرج على البرنامج حلو. اللي بده اياه ومحتمل يعني وهذه بدها كذلك الامر بنيه تحتيه وبدها ثقافه في عمليه التعامل مع الشاشه. صح دكتور غسان لك اربع اصدارات في اصدار منهم التنقيط والترقيم اللي رح نحكي عنه بعد شوي قيد الطباعه او خلص يعني قريبا ان شاء الله رح يكون بالاسواق أه بس قبل أه أه كلنا عم نطبع كتب اللي مهتم هل في ناس عم تقرا؟ إيه اللي... غير المهتم إيه بعد... يعني اليوم الانسانيات الرقميه هيدا الناس اللي مهتمه بالنيو ميديا اللي حابه تعرف عن تكنولوجي حابه تعرف عن يعني كيف ثقافه التكنولوجيا حابين يعرفوا عن جد اشياء يعني اذا بدك نظريه اكثر لا يعرفوا كيف كيف يطبقوها هذه لها ناس مثل اساتذه الجامعه او الطلاب المتخصصين صح صح وفي امر اخر مرتبط حكي عنه انا اللي هو يعني اللي بفكر فيه دائما هو تبسيط العلوم م. يعني انا في عندي هذا الهاجس انه من المفترض بالعاملين في العلوم ان يبسطوا العلوم لانه تبسيط العلوم يرتبط في عمليه ديمقراطيه المعرفه ونقل المعرفه الى الناس م. نحن في كتير مصطلحات الخليوي دي ان اي السمعه الرقميه الاساسيه ما بنعرفها مصطلحات صعبه مصطلحات صعبه لانه احنا لانه اللي عم يشتغلوا في العلوم ما عم يبسطوها للاخرين والاعلام بنفس الوقت ما بيعمل برامج مثل صح. البرنامج اللي عم تعمليه هلا ليقوم بعمليه تبسيط العلوم لانه بدون عمليه تبسيط العلوم يعني ما بصير المجتمع مجتمع معرفي بالاخص احنا ننتقل الى ما يسمى حاليا مجتمع المعرفي بصير مجتمع قشوري مجتمع مستهلك اليوم هيدا الكتاب باللغه الفرنسيه يعني انت كانك عم بتخصصه لناس محددين <applause> هيدا جزء من الشغل تبعي اشتغلت عليه فتره طويله اللي هو مرتبط بدلالات علامات الترقيم يعني معاني اللي هلا النقاط والفواصل في اللغه الفرنسيه م. هلا بيشبهوا بعضهم هن الفرنسي والتنقيط إيه. التنقيط والترقيم اللي عملته هلا راح يصدر في فرق بيناتهم في, في 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 فرق مثل الفرق باستخدام اللغات ولكن هن الدور اللي بيلعبوه حاليا باللغه العربيه نفس الدور اللي بيلعبوه باللغه باللغات الاجنبيه لانه من يعني اول كتاب انكتب عن الترقيم كان سنه 1918 من احمد زكي باشا سافر على باريس ورجع كتب كتيب صغير عن استخدام علامات الترقيم والتنقيط وبعد هذه الفتره صرنا ندرس علامات الترقيم والتنقيط على اساس هي بناء. اشارات للوقف وللتنفس ترى ولكن لا تلفظ ترى ولكن اي <applause> بس هيدا التدريس بحد ذاته بعد التغيرات في عالم الكتابه على اساس الكتابه هي نظام يختلف عن نظام القراءه صح فصار في الها دلالات ومعاني تختلف يعني ما عاد مرتبط فقط بالتنفس فلهذا السبب عملنا هذا مؤتمر في الجامعه اللبنانيه يرتبط فيه شو دور علامات الترقيم بالنصوص بالاخص انه نعم. التكنولوجيا تنرجع على الموضوع بدها تؤدي اختصار وهذا الاختصار بده يحتاج تنقيط وترقيم رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع دكتور غسان ولكن مشاهدينا بعد الفاصل عوده مشاهدينا نكمل ما تبقى من حلقتنا مع دكتور غسان مراد دكتور غسان كنا عم نحكي عن علامات الترقيم والتنقيط والتنقيط واختلافها ما بين يعني اللغه الاجنبيه بشكل عام واللغه العربيه وكنت قلت انه اول كتاب طلع بال1918 وقديش نحن هلا بحاجه يعني بوقتنا خصوصا بشبكات التواصل الاجتماعي ومع قربنا من انه تصير كل الاشياء مختصره قديش هيدي العلامات كثير مهمه وكمان بتادي انه للقارئ يفهم يعني مباشرة رسالة من أنا أعطيها. صحيح لأنه هو حتى باللغات الأجنبية الهدف من أهداف علامات الترقيم والتنقيط هو مساعدة القارئ وهي بعد الثورة الطباعية أدت إلى الانتقال من القراءة الجهورية إلى القراءة الصامتة لأنه قبل علامات الترقيم والتنقيط وقبل الطباعة كان في قارئ هو يقرأ للناس يروح يتجمعوا بمكان واحد يقرأ لهم هيدي موجودة عند العرب طبعا تشبه الحكوات يخبرهم اي يخبرهم فالطباعة أدت لديمقراطية الكتاب والصحف وإلى آخره أدى لأطمور عديدة ومن ضمنها خلق قواعد لعلامات الترقيم والتنقيط ونحن بالعالم العربي حاليا يعني من المفترض هذا الموضوع كان البحث عن الأساليب لبناء بناء علامات لا بناء علامات ترقيم وتنقيط تتناسب مع اللغه العربيه صح. صحيح كل اللغات هي اشارات يعني كل اشارات رمزيه تعبر عنها نعبر عن الفكر وعن وعن ما يجول يعني في خاطرنا ولكن بحاجه لتنظيم لانه مثل ما بنعرف كلنا في امثله عديده اذا كنا مستخدمين الفاصله بمكان معين محتمل تغير بالمعنى بالمعنى طبعا فهذا السبب في اصلا في ناس كتير ما بتعرف شو يعني الفاصله المنقوطه وما بتعرف لما تحط الفاصله بتحطها على ريحه نفسها بس فعليا اذا بدك تيجي تسالها مباشره كثير من الاشارات ما بيعرفوها ويمكن يمكن اذا علمنا الناس على طريقه قراءه من خلال هيدي النقاط بتسهل عليهم الفهم صح ولا لا؟ اكيد نعم. وإذا هيدا يعني الموضوع المفروض نعلمه ايضا للاساتذه انه يبطلوا يعلموهم انه بنوقف الفاصله لنتنفس شوي وعن النقطه لنتنفس اكثر لا انا وقت اللي بقول ولكن فاصلي بعدني ما ما اخذت نفس ما لا بعد نفسي ما راح احنا عم نقول انه ولكن يعني في شيء ثاني ولكن انا بدي خلي القارئ اجذبوا لهيدا اللي بده يكتبه في المعنى اللي جاي. بعدين في الجمل الاعتراضيه منها مرتبطه بالتنفس مثلا صح فمع آه علامات مثلا في في طالبه بتشتغل عن يعني عن الهلالين اللي انا مسميهم اشارات الاحتضان م. لانه هيك حبيت هذا اللي هني حلو هذا التعبير هذا تبسيط تبسيط لها العلامات هني المعنى انه ليش انا بدي استخدم هل هلالين بمكان معين وقت اللي بيكون في اقتباس اقتباس معين انه انا اللي عم اللي مكتوب بهذا النص مش انا اللي قايله هذا اقتباس حدا ثاني هو قايله لا اتبناه في هذه الاشارات مهمه جدا لنميز من هو الكاتب أه بس نحن بحاجه لثقافه جديده تعلم الناس لانه في ناس كثير بيستعملوها وبس يستعملوها في ناس ترجع بتقول لهم منين سرقه مع انه هن بيكونوا حاطين هيدي العلامات فنحن بحاجه لثقافه تنقيط والترقيم اكيد لانه هيدي يعني انا بعتبرها من الامور اللي المهمه جدا هي بالعالم اللغويين اهتموا بالكلام نعم. اهتموا بما هو مكتوب وبما يقال ولم يهتموا بما ما هو مسكوت عنه صح. لهذا السبب هني بشوفوهم يعني ما هو عم يقرا الواحد بس يقرا ما بيقول مثل فاصل ما هني مكتوبين مثل ما قلنا إيه. ولكن لا يقرأ فهني المشكله عند الالسونيين هني مهتموا فيهم حتى بالغرب مهتموا فيهم عند العرب دائما نحن يعني العرب شاطرين كثير بالمهم كثير هو السنتكس علم النحو عند العرب مضلعين فيه يعني جدا العرب ولكن ما اهتموا كثير بعلامات الترقيم لهذا السبب يعني هيدا مش أهمية. لازم باللغه العربيه بالاختصاصات الجامعيه مش بس باللغه العربيه بكل الاختصاصات تكون هيدي الماده موجوده مرافقه للغه العربيه اللي بتكون موجوده لازم بكل الاختصاصات لازم يوم المو... دعوه للجامعه اذا بدك نبلش بالجامعه اللبنانيه لا احنا بالجامعه اللبنانيه عندنا مادة كانت موجوده علامات كانت. الترقيم واهميتها كانت هم. كانت بعد تعديل المناهج لقوا انه بنشيلها، بس هي مرتبطه بنفس الوقت بالتغيرات التكنولوجيه لانه عالم الطباعه هو عالم كتير واسع، مم. يعني احنا وصلنا لعلامات الترقيم الرقميه، مثلا في الوقت اللي بيكون عم يقرا الواحد على الشاشه في عنده اشاره الاصبع النقاف اللي بيصير يتغير، هذا جزء من علامات الترقيم اللي هو بدله للشخص وين المكان اللي بده يكبس عليه لازم عليها. يكبس عليه يكبس عليه، هلا اوقات الصوره بتنتقل من اللون الازرق للون موف معناتها انه هذا كان ماري عليه سابقا هذه آه. هي اشارات للقارئ بتدله انه شو عم يصير بهذا النص وعلى يعني قصدك نت... اللينك اللي بنكبس عليه بتغير لونه من الازرق فاتح للموف للموف بس تغير آه. يعني انت قريته انه مارق عليه هو كان سابقا هذه اشاره لانه هو الكتابه شو هي؟ الكتابه ما هي الا مجموعه من إش الاشارات إشارات. نعم. اللي بده يعرف الواحد يفسرها هيدي ترتبط في تحليل النصوص وتحليل النصوص يرتبط على التجزئه لانه عمليه الفهم ترتبط بالتجزئة يعني وقت اللي بنقول أولاً ثانياً ثالثاً حسب مم. الدراسات البسيكولينغوستيك علم النفس اللغوي هي مرتبطة لأنه الإنسان يتذكر أكثر عندما يكون النص مجزأ وواضح مم. فهذا السبب يعني منه الاستخدام هو عبثي ولكن مرتبط أيضاً في عملية التذكر إضافة مثلاً بالجرائد لا بيقولوا للكاتب انه لا تستخدم الافعال واستخدم الجمل الاسميه لا لانه الانسان بيحفظ الجمل الاسميه اكثر نعم دكتور حسان اليوم قديش الطلاب في اقبال على هذه الاختصاصات قديش بتحس انه في عن جد فهم او بدهم يفهموا عن هذا العالم عالم التكنولوجي مع الوقت صارت صارت عم تزيد يعني نسبه الطلاب احنا اول ما فتح هذا المركز كان في عندنا مشكله انه نجمع الطلاب يعني كنا نفتش اول سنه 10 طلاب ثاني سنه 15 هيدي حاليا صاروا عدد الطلاب عم يصيروا بمركز اللغه والتواصل تقريبا 40 50 طالب عم يقدموا ليفوتوا على السنه الاولى لانه صارت الناس عم تستوعب اكثر دخول التكنولوجيا على الحياه وكل الناس صارت بدها تفتش عن حلول لنشوف شو عم يصير فعلا بهذا العالم فحتى التكنولوجيا دخلت ايضا في كليه الاداب وفي كليه الاعلام وفي كليه العلوم الاجتماعيه يعني اكثر واكثر ولكن انا حسب ما بشوف انه هي غير كافيه حاليا لانه بعدنا ما عم نعلمهم البرمجه يعني كيف بده يفكر الواحد كيف بده يصمم برنامج ليحلل المسائل نحن بعدنا عم نعلمهم كيف بدهم الا طبعا في مركز علوم اللغه والتواصل اللي احنا بنعلمهم المعلوماتيه كما يجب ان تدرس وليس كاداه للاستخدام ممارسة يعني قصدك طبعا بعد ما في برامج تطبيقات يعني التطبيق اللي اللي أقوم فيها مثلا تحليل اللغه الترجمه الاليه التنقيب على المعلومات اللي هي كلها امور موجوده حاليا بعدين المستقبل مثل ما شايفين بالروبوت انه في ناس كثير بده يكون بدهم مبرمجين يعني المستقبل لمن يتقن البرمجه برمجه دكتور غسان اليوم نعرف كمان الاعلام صار عم كثير عم بيستعين فيكم انتم الاساتذه المختصين بعالم التكنولوجيا والتطور قديش كمان بحاجه الاعلام بذاته انه يفهم التكنولوجيا ليعرف لي يتعامل مع الناس ويعلم الناس عليها هذا يعني بكليه الاعلام في في اختصاص اسمه الاعلام الرقمي اللي بيهتم بكيفيه مش بس بالجامعه بحكي عن الاعلام 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 بشكل عام الإعلام بشكل التلفزيون وال والكله يعني هو أي بأي مكان في شيء اسمه التعلم وفي التعليم التعليم بيكون هو بالمؤسسات والتعلم هو كل شخص مفروض أنه يتعلم نحن بمستقبل الإعلام اللي بده يصير الشخص اللي بيشتغل في الإعلام هو بده يقوم بكل سلسله العمل يعني هو بده يكتب النص وهو بده يعمل تشريح للفيديو وهو بده يحط الكلمات على هو الفيديو وبده يصور وبده يبعث بدي هو بدي يقوم كل شيء وهو بده يبعث فهذا اللي من المفترض بالاعلام المستقبلي ان يتقن كل هذه الامور هلا من اكثر ما تسبب يعني مشاكل من خلال التكنولوجيا الاحساس بالمشاكل هو كان الاعلام ولكن ليس من المفترض ان يكون لانه عمليه التواصل ترتبط في الاعلام لهذا السبب يعني بقول انا في الكتاب لا يحمي الاعلام الا الاعلام الا الاعلام فهو الاعلام بده من ذاته يبي يفتش على طرق يعني بدهم يكونوا الاعلام يكون الاعلام عنده داهيه داهي <applause> مثل ما <applause> انت <الدهاء> قلت <applause> دهاء شبكات التواصل الاجتماعي لا ولكن بده ياخذ من الدهاء الذكاء الذكاء طبعا دكتور غسان مراد للاسف يعني خلصت الساعه بس قدرنا نقدم هيك شيء مفهوم وواضح للمشاهد شو بتحب يعني تختم بس هيك كمان يعني تختم لي بهذا السؤال قديش التكنولوجي بتساهم وبتساعد بنشر الثقافه وقديش لها تاثير على الادب وعلى الفنون وعلى اللي بدي اقوله أنا أنه بما انه كان اخر سؤال مرتبط بالاعلام الاعلام حتى الان لم يلعب دوره بشكل كافي فبالنسبه لي لم يلعب دوره الثقافي بالنسبه للاعلام كانت الثقافي هي الادب والشعر فقط ولكن الآن تصحيح ما نصحح هذا المعلومة تفضل إيه. صحيح لنا يعني. <تصحيح> هي الفيزياء ثقافي علم النفس ثقافي الناس اللي ما بتعرف يعني ثقافي عم بقول لكم فالرياضيات هي ثقافي كل شيء هو ثقافي لانه الثقافه هي طريقه شامله في الحياه لهذا سبب من المفترض بالاعلام ان يدخل الى هذا العالم ولكن عليه ان يفتش عن طرق لجلب المشاهد طبعا انه يقعد لانه هو في قصه الريتنج موجوده، فبده يفتش على هذه الاساليب وهي الأسليب بسيطه واساليب بسيطه كمان لازم يقدمها بطريقه بسيطة, بسيطة, بسيطه بطريقه بسيطه لنستوعب كيف الاعلام لانه ما في ديمقراطيه بين مزدوجين لانه هذه بالنسبه إلي انا مصطلح فضفاض بدون فهم العلوم مصطلحات والمصطلحات اللي هي مشكله بيعاني منها الاعلام والثقافي الإعلام. نعم دكتور غسان مراد أستاذ محاضر في الأنسونية المعلوماتية والإعلام الرقمي في الجامعة اللبنانية شرف التلفزيون لبنان شكرا لك شكرا لك عبير على هذه الاستضافة شكرا لك شكرا مشاهدينا إلى اللقاء